بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الخامس، طيب الله أوقاتكم بكل خير. رجعنا لكم حبايبي مرة تانية استكمالا لدروس الوحدة الأولى في مادة الرياضيات، ودرس اليوم بمشيئة الرحمن هو الدرس الثالث من الوحدة الأولى بعنوان الأسس. أراد سليمان رسم لوحة فنية مستخدما النجوم. هذه اللوحة الفنية اللي رسمها سليمان مستخدما النجوم. لو احنا لاحظنا هنجد انه النجوم اللي عندي بدأت تنقسم، يعني النجمة الاولى اعطتني نجمتين، ثم بعد ذلك بدأت كل نجمة تنقسم الى نجمتين، ثم بعد ذلك كل نجمة تنقسم الى نجمتين، فأجد انه كل مرة العدد بيتضاعف، يعني من نجمة الى نجمتين، ثم أصبحت الاثنين أربعة، ثم أصبحت الأربعة ثمانية، ثم أصبحت في الصف الخامس كم نجمة؟ طبعا الثمانية هتتضاعف فهيصبح عندي 16 نجمة. وبالتالي أولادي أنا أقدر أعبر عن الصورة اللي عندي بطريقة من طريقتين. أولا، إيه هي الطرق اللي أنا أقدر أعبر بيها عن الشكل اللي موجود أمامي؟ شكل تضاعف النجمات أو انقسام النجمة إلى نجمتين. أقول لك في عندك حاجة اسمها الصورة البسيطة، وفي عندك حاجة اسمها الصورة الأسية. تعالوا نتعرف في البداية عن الصورة البسيطة. أول حاجة في الصورة البسيطة إنك تعرف في أول مرة انقسمت النجمة إلى كم مرة؟ إلى كم نجمة عفوا؟ انقسمت النجمة الأولى أو أول مرة انقسمت النجمة إلى نجمتين، فبالتالي العدد اثنين اللي عندك هذا تضاعف كم مرة؟ إذا تضاعف، بداية التضاعف هذا نعده من فين؟ هنعده من السطر الثاني. هذه المرة الأولى بداية الانقسام، وهذه المرة الثانية، وهذه المرة الثالثة، وهذه المرة الرابعة. إذا العدد اثنين هيضرب في نفسه أربع مرات، يعني 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، يعني الاثنين هتتكرر فيها عملية الضرب أربع مرات، لأنه التضاعف تم بأربع مرات، أربع خطوات. إذن هذا بنسميه الصورة البسيطة. يعني لو النجمة كانت أعطت لي ثلاثة نجوم، إذن ثلاثة ضرب وأشوف كم مرة بدأت تتضاعف، ولو كانت تضاعفت مثلا خمس مرات يبقى ثلاثة هتنضرب في نفسها خمس مرات، ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة. طيب لو كانت مثلا النجمة انقسمت إلى أربعة نجوم، إذن العدد أربعة أشوفه تضاعف كم مرة، وليكن مثلا تضاعف مرتين، إذن الأربعة تنضرب في نفسها مرتين، أربعة ضرب أربعة. لكن في المثال اللي موجود أمامي إن النجمة انقسمت إلى نجمتين، إذن العدد اثنين هو اللي هذا اللي هنشوف عدد مرات الضرب فيه، ونشوف تضاعف كم مرة، فنجد إنه هو تضاعف أربع مرات ليصل إلى العدد 16، وبالتالي أنا عندي الاثنين هتنضرب في نفسها أربع مرات، يبقى 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، وعدد مرات الضرب اللي موجود أمامك هذا بنسميه الصورة البسيطة. يعني لما يكتب العدد في عدد مرات الضرب بتاعته، يعني انضرب في نفسه ثلاث مرات، فنعبر عنها بعبارة ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ثلاث مرات، أو أربع مرات 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، أو خمس مرات 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2. الصورة هذه بنسميها الصورة البسيطة. طيب ما هي الصورة الأسية؟ الصورة الأسية إنه العدد 2 عندك كم مرة تضاعف؟ تضاعف أربع مرات. الأربعة هذه بتكتب أعلى اليسار من العدد 2 زي ما احنا شايفين. يعني انت لو شايف كده هتلاقي انه العدد 2 مكتوب، وعدد مرات الضرب مكتوب فوق منه، تمام، على اليسار اهو بأربعة صغيرة زي ما انت شايف كده. وتقرأ أولادي 2 بداية من العدد اللي تحت، 2 أس 4، كمان مرة 2 أس 4، أو نقدر إن احنا نقولها 2 للقوة 4 أو 2 مرفوعة للقوة 4، يعني الاثنين تضاعفت 4 مرات أو انقسمت 4 مرات. هو هذا معنى كلمة أس أو مرفوعة للقوة كذا،
تمام كده حبايبي، تعالوا نشوف اللي بعده. طيب أنا دلوقتي الاثنين هل لها اسم؟ أقول لك آه. والأربعة هل لها اسم؟ أقول لك مظبوط. الاثنين أولادي بنسميها الأساس يعني بداية الانقسام، والأربعة هذه بنسميها الأس وهي عدد مرات الانقسام أو عدد مرات تضاعف العدد. تمام كده؟ نقول كمان مرة. إذا أول مرة النجمة الأولى انقسمت إلى كم نجمة؟ تمام؟ بداية الانقسام كم نجمة؟ كان اثنين، إذا الأساس اثنين. كان بداية الانقسام ثلاث نجوم، هنكتب الأساس ثلاثة. لو كان بداية الانقسام خمس نجوم، هنكتب الأساس خمسة. طيب انقسم أو تضاعف كم مرة؟ تضاعف ثلاث مرات، يبقى ده بنسميه الأس، يبقى أس ثلاثة. طب تضاعف أربع مرات يبقى أس أربعة، تضاعف عشر مرات يبقى أس عشرة أو مرفوع للقوة عشرة. إذا أولادي العدد اللي مكتوب بالأسفل هذا بنسميه الأساس، والعدد اللي مكتوب بالأعلى أعلى الأساس على اليسار، تمام، هذا بنسميه الأس. يعني أنا عندي الصف الخامس كم نجمة؟ كان 16 نجمة. 16 نجمة إجت من صورة بسيطة وإجت من صورة أسية. الصورة البسيطة يعني أنه إجت من الاثنين انضربت في نفسها أربع مرات، 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 فأصبح العدد 16. ولو حبينا نعبر عنها بالصورة الأسية هنقول أنه الأساس 2 انقسم أربع مرات، تضاعف أربع مرات، وبالتالي 2 أس 4 يعني معناها 2 انضربت في نفسها أربع مرات وكان الناتج 16. تمام كده. تعالوا أولادي نشوف نظام القيمة المكانية، ونظام القيمة المكانية هنستخدم العدد 10 بوضعه في ست منازل الأولى من العدد، بداية من منزلة الآحاد في حلقة الوحدات وصولا إلى منزلة المئات من حلقة الألوف. يعني الست منازل الأولى هنضع في كل منزلة العدد 10 ونشوف قيمة العدد 10 في المنزلة الأولى والمنزلة الثانية والثالثة وصولا إلى المنزلة رقم 6 تعطيني كم الناتج. طبعا أولادي لو إحنا بصينا للعشرة في حلقة الوحدات في منزلة الأحاد تعطيني 10، والعشرة في حلقة الوحدات في منزلة العشرات تعطيني 100، والعشرة في حلقة الوحدات منزلة المئات تعطيني 1000، والعشرة في حلقة الألوف في منزلة الأحاد تعطيني 10000، والعشرة في حلقة الألوف في منزلة العشرات تعطيني 100000، والعشرة في حلقة الألوف من منزلة المئات في منزلة المئات تعطيني مليون. لو حبينا نعبر عن الأعداد هذه بالصورة البسيطة هنجد أنه العشرة تعطيني قيمتها بعشرة، أما المئة تعطيني عشرة ضرب عشرة، والألف تعطيني عشرة مضروبة في نفسها ثلاث مرات، العشرة آلاف العشرة مضروبة في نفسها أربع مرات، المئة ألف العشرة مضروبة في نفسها خمس مرات، والمليون العشرة مضروبة في نفسها ست مرات. لو حبينا نعبر بالصورة البسيطة هذه بالصورة الأسية نجد أن العشرة هنا مكررة مرة واحدة، فبنكتبها عشرة أس واحد أو عشرة للقوة واحد. طب العشرة هنا مضروبة في نفسها مرتين، يبقى العشرة أس اثنين أو العشرة للقوة اثنين. طيب العشرة هنا مضروبة في نفسها كم مرة؟ مضروبة في نفسها ثلاث مرات، يعني عشرة أس ثلاثة أو عشرة للقوة ثلاثة. العشرة هنا مضروبة في نفسها أربع مرات، يبقى عشرة أس أربعة أو عشرة للقوة أربعة. العشرة هنا مضروبة في نفسها خمس مرات، إذا هنكتبها عشرة مرفوعة للقوة خمسة أو عشرة أس خمسة. وكذلك العشرة هنا انضربت في نفسها ست مرات، فبالتالي أولادي العشرة بنكتبها عشرة أس ستة أو عشرة للقوة ستة. تعالوا ننتقل إلى مفهوم آخر أو معنى آخر. العشرة أس اثنين أولادي نقدر إن احنا نقول عليها عشرة تربيع أو مربع العشرة. كمان مرة، إذا أولادي أنا دلوقتي العشرة في صورتها لما تكون مرفوعة للأس اثنين، مش للأس واحد أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لا، مرفوعة للأس اثنين، يعني العشرة انضربت في نفسها مرتين، نقدر نقول عليها عشرة تربيع
أو مربع العدد 10. كمان مرة، 10 تربيع أو مربع العدد 10. أما العشرة مرفوعة للأس 3 أو 10 أس 3 أو 10 للقوة 3 ليها اسم أيضا، فنقدر إن احنا نقول إنه 10 تكعيب أو مكعب العشرة. إذن أولادي، العشرة أس 2 أقدر أقول عنها 10 تربيع أو مربع العشرة. طب هل هذا بس مختص بالعدد 10؟ أقول لك لا، يعني 5 أس 2 نقدر نقول عليها 5 تربيع أو مربع الخمسة. 7 أس 2 هنقول 7 تربيع أو مربع السبعة. إذن لما يكون الأس هو 2 نقدر نقول عليه تربيع أو مربع الأساس. تمام كده أولادي؟ ولما يكون الأساس اللي عندي الأس عندي 3 نقدر نقول عليه طبعا تكعيب أو مكعب الأساس. يعني مثلا لو كان عندي 5 أس 3 فنقول عليها 5 تكعيب أو مكعب الخمسة. 7 أس 3 يعني 7 تكعيب أو مكعب السبعة. تمام كده حبايبي؟ إذن إحنا دلوقتي عرفنا لما يكون الأس 2 بنسميه تربيع أو مربع، ولما يكون الأس 3 بنسميه تكعيب أو مكعب. طيب التعبير عن العدد 10 طبعا، أو تعبير عن العدد باستخدام قوة العدد 10 بيخلي الأمور أسهل وأبسط لما بتيجي بتتعامل مع أعداد كبيرة. يعني أنا مثلا لو كانت مثلا على سبيل المثال العشرة مضروبة في نفسها 100 مرة، تمام، لو أنت إجيت كتبتها في الصورة الأسية بتلاقي الأمر إيه؟ الأمر بسيط، تكتب بس 10 أس 100. فأنت كتبتها بصورة سهلة وبسيطة، تمام، ولكن التعبير بتاعها هو معناها انه العشرة انضربت في نفسها 100 مرة، او لو انضربت في نفسها 10 مرات فبنكتب 10 اس 10. طيب السبعة انضربت في نفسها 9 مرات فبنكتبها 7 اس 9. وبالتالي اولادي الكتابة بالصورة الأسية بتخلي التعامل مع الأعداد الكبيرة تعامل بصورة. تعالوا ننتقل إلى التمارين، والتمرين رقم 1 بيقول لي اكتب بالصورة البسيطة. كتب لي ألف 3 أس 2 أو 3 تربيع أو مربع الثلاثة، كل القراءات قراءات صحيحة. 3 أس 2 معناها 3 مضروبة في نفسها مرتين، يعني 3 ضرب 3. وبكده أولادي إحنا كتبناها بالصورة البسيطة. طيب سؤال، هل هو طالب مني الناتج؟ لا، مش طالب منك الناتج، هو عايز منك بس الصورة البسيطة. إذن هتكتبها له بالصورة البسيطة، يعني إنه العدد هذا انضرب في نفسه كم مرة فقط لا غير. تعال ننتقل إلى المثال رقم باء، بيقول لي 5 أس 3 أو 5 تكعيب أو مكعب الخمسة. عايز تكتبها لي بالصورة البسيطة، العدد 5 انضرب في نفسه 3 مرات، وبالتالي أولادي 5 ضرب 5 ضرب 5. ننتقل إلى المثال رقم جيم، في المثال رقم جيم بيقول لي 7 أس 4 اكتبها لي بالصورة البسيطة، فبطبيعة الحال العدد 7 انضرب في نفسه 4 مرات، يبقى 7 ضرب 7 ضرب 7 ضرب 7. تعالوا ننتقل إلى مثال آخر، بقول لي اكتب بالصورة الأسية، يعني أنا هدي لك بالصورة البسيطة وإنت حولها إلى صورة أسية. كاتب لي 4 انضربت في نفسها 3 مرات، إذن مباشرة أولادي 4 أس 3 ونقدر نقول عليها 4 تكعيب. طب ننتقل إلى المثال رقم باء، بقول لي 9 انضربت في نفسها 5 مرات، إذن مباشرة لما أجي أكتبها بالصورة الأسية هكتبها 9 أس 5 أو 9 مرفوعة للقوة 5. طيب رقم جيم 10 مضروبة في نفسها 4 مرات، أقدر أن أنا أكتبها ب 10 أس 4. تعالوا ناخذ مثال آخر، وفي المثال هذا طالب مني أنه أجيبها بالصورة البسيطة ثم بعد ذلك أوجد ناتجها، يعني أنا الصورة الأسية أحولها لصورة بسيطة ثم أكتب ناتج عملية الضرب. طيب 6 تربيع أو 6 أس 2 عبارة عن العدد 6 مضروب في نفسه مرتين، يعني 6 ضرب 6، ثم بعد ذلك أوجد ناتج الضرب وهو 36.
ننتقل إلى المثال رقم جيم، وبالمثال رقم جيم نختم إن شاء الله، هو اللي مكعب العدد 9. مكعب العدد 9 أولادي، كلمة مكعب يعني معناها أنه 9 انضربت في نفسها كم مرة؟ ممتازين، انضربت في نفسها 3 مرات، لأنه كلمة مكعب أو تكعيب يعني معناها أنه الأس 3، وبالتالي أولادي مكعب العدد 9 يعني 9 أس 3، يعني معناها أنه 9 انضربت في نفسها 3 مرات، 9 ضرب 9 ضرب 9. وهنا أولادي ممكن تواجه بعض الصعوبة في إيجاد ناتج الضرب، لكن أنا أبسط لك الأمر أنك أنت تأخذ أول 9 ضرب 9 أول عددين تضربهم في بعض، ولما يطلع الناتج تضربهم في 9 المتبقية، ف9 ضرب 9 81، تأخذ 81 تضربها في 9 المتبقية، 9 ضرب 1 ب9 و9 ضرب 8 ب72، فيصبح الناتج 729. بكده أولادي نكون شرحنا الصورة البسيطة والصورة الأسية، وفهمنا يعني إيش الأسس، وفهمنا يعني إيش أساس ويعني إيش أس. وبكده أولادي نكون وصلنا نهاية درسنا اليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في دروس قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.